برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى، فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع مواقف أخرى لصناع التاريخ ممن لهم صيت حسن في الدعوة إلى الله تعالى. ومن أولئك الدعاة الشيخ محمد جميل أحمد غازي المصري، المولود في محافظة كفر الشيخ سنة 1355 من الهجرة، في أسرة تخرج أكثرها من الأزهر، وقد حفظ القرآن وهو في 11 من عمره، ودرس في الأزهر، وحصل على الدكتوراه في النقد الأدبي، وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات في العالم الإسلامي، وكان نائبا لرئيس جماعة أنصار السنة، وقد توفي في سنة 1409 من الهجرة. مما ذكر عنه رحمه الله تعالى الشيخ محمد الدكتور محمد جميل غازي أنه بدعوة من بعض قساوسة السودان ومبشريه، وعلى رأسهم القسيس جيمس بخيت وتيخا رمضان ومن معهما من القساوسة، عقدت مناظرة استغرقت 6 أيام في كل يوم 3 ساعات متتالية في سنة 1401 من الهجرة الموافق سنة 1980 من الميلاد، ما بين 3 من أعلام الفكر الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد جميل غازي والأستاذ إبراهيم خليل أحمد الذي كان من أخطر القساوسة المصريين وأسلم، واللواء المهندس أحمد عبد الوهاب علي الذي شغل نفسه مقارنة الأديان منذ أكثر من 25 عاما. وبين القساوسة السودانيين وعلى رأسهم المبشر أو القسيس جيمس بخيت، وكان من نتيجة هذه المناظرة والمناقشة أن آمن جميع القساوسة والمبشرين المناظرين وأسلم بإسلامهم 500. من المواقف أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات ما يذكر عن الشيخ صالح البليهي رحمه الله. ولد الشيخ صالح بن إبراهيم محمد البليهي رحمه الله في مدينة الشماسية في القصيم في سنة 1331 من الهجرة، ولما بلغ 7 سنين انتقلت أسرته إلى مدينة بريدة فنشأ بها، وطلب العلم على علمائها، واعتذر عن تولي القضاء، وتفرغ للتدريس والإمامة والخطابة والمشاركة في الأعمال الخيرية، وله مؤلفات تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه، وقد توفي في سنة 1410 من الهجرة. ذكر عنه رحمه الله تعالى فيما ذكره الشيخ عبد الله بن علي الغضيع في يوم من الأيام، يقول: أعطى الشيخ صالح البليهي رحمه الله أهل شماسية وعدا لإقامة محاضرة بعد صلاة العشاء الآخرة، ثم قال: علمنا بوفاة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وأنه سوف يصلى عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الرياض، فما علمت بعد صلاة الصبح مباشرة إلا أحد أبناء الشيخ يقول لي: إن الوالد يسلم عليك ويقول تذهب إن شاء الله للشماسية وتبدأ بالمحاضرة إلى أن يأتي إن شاء الله، لأنه سوف يذهب للرياض للصلاة على الشيخ عبد الرحمن الدوسري ومن ثم يرجع، وطمئن الجماعة أن وعدهم على البال. وفعلا سافر من مدينة بريدة للرياض والجو في ذلك الوقت حار، فلما صلوا على الشيخ بالجامع الكبير بالرياض بعد صلاة الظهر دعي الشيخ صالح البليهي رحمه الله للراحة بعد الظهر، فقال للداعي: سلمك الله، لنا موعد محاضرة في جامع الشماسية وما نحب أن نتأخر لأننا نخشى من عوائق الطريق. وفعلا رجع من الرياض، ولما أذن العشاء الآخرة وكنت في جامع الشماسية وبدأت أتكلم وأعد الحضور بأن الشيخ صالح في الطريق وأننا بانتظاره، وكنت أن أنظر للحضور تارة ولأبواب المسجد تارات،
فلما جاء وقت إقامة الصلاة ومضى بعض الوقت وبدأ بعض الناس ينظر إلي مرة وإلى ساعته مرة أخرى كأنه يقول لي كفى الكلام لتقام الصلاة. ثم نظرت أنا أيضا إلى الساعة وبدأت أفكر وأقدر وأخشى أن يصيب الشيخ شيء في الطريق. وكما لا يخفى دور الشيطان في مثل هذه المواقف من الوسوسة، وبعد فترة فإذا بفضيلة شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله يلج من أحد أبواب المسجد، فبشرت الحضور بوصوله ولم يعلموا أنه وصل من الرياض التي تبعد أكثر من 450 كيلومتر، إذ إنهم يظنون أنه قادم من بريدة التي تبعد حوالي 50 كيلومترا. من المواقف أيها الإخوة أيتها الأخوات في الدعوة أيضا ما يذكر عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو عالم من علماء مصر. ولد في قرية شنشور إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية في سنة 1323 من الهجرة. وقد حفظ شيخ عبد الرزاق عفيفي عطية النوبي القرآن الكريم كاملا، ودرس العلوم الشرعية في بلده ثم في القاهرة، وكانت له أنشطة دعوية في مصر. رحل إلى المملكة العربية السعودية ودرس في مساجدها ومعاهدها، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء ونائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والعديد من الأعمال. وقد عرف رحمه الله بزهده وتواضعه وعبادته وسعة علمه. توفي رحمه الله تعالى في سنة 1415 من الهجرة. يقول الدكتور صالح بن سعود العلي عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله صابرا محتسبا، فبالإضافة إلى الأمراض التي عرضت له في العقد الأخير من عمره أصيب باثنين من أبنائه وهما في ريعان الشباب: عبد الرحمن الذي كان يلازمه في شيخوخته كظله يخدمه ويساعده، فإذا به يفاجأ بوفاته بسبب انفجار اسطوانة غاز، ومن قبله أحمد أكبر أبنائه الذي جاء نعيه قتيلا في حرب الدبابات مع إسرائيل في سيناء في سنة 1973 من الميلاد. ومما يلفت النظر في جلد الشيخ رحمه الله وصبره أنه لما جاء خبر وفاة ابنه أحمد وهو مدير ومحاضر في المعهد العالي للقضاء لم يتوقف عن برنامجه اليومي، فقد جاء إلى طلابه في مرحلة الماجستير وكنت واحدا منهم كما يقول الشيخ صالح بن سعود العلي، وألقى المحاضرة كالعهد به دون أثر أو تلعثم، وكانت بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وكان الطلاب كعادتهم بعد أن ينتهي من المحاضرة يوجهون الأسئلة سؤالا تلو الآخر، وإذا به يجيب عنها دون أن يظهر عليه مما يلفت النظر. ومع انتهاء المحاضرة خرج من القاعة ونحن وراءه، فإذا بنا نحن الطلاب نفاجئ بطابور من الأساتذة وطلاب آخرين يقبلونه معزين بوفاة ابنه. ولا تسأل عن ذهولنا نحن، ليس من الوفاة ولكن لأن الشيخ لم يترك المحاضرة، بل لم يخبرنا ولم يظهر عليه أي أثر للصدمة. من المواقف الدعوية أيضا ما يذكر عن الشيخ صالح القصون، صالح بن قصون رحمه الله. والشيخ صالح بن علي بن قصون ولد في مدينة الرس في سنة 1341 من الهجرة، وفقد بصره سنة 1345 من الهجرة. وقد أخذ العلم في الرياض على علمائها، ومن أبرزهم الشيخ محمد إبراهيم، تولى القضاء في عدة بلدان وصار عضوا في مجلس القضاء الأعلى وعضوا في هيئة كبار العلماء. وقد عرف بالعلم والعبادة والزهد، توفي في سنة 1419 رحمه الله تعالى. يحدثنا الشيخ عبد الكريم بن صالح المقرن، وهو صاحب برامج إذاعية شهيرة وله لقاءات كثيرة كانت مع الشيخ صالح بن غصون. يحدثنا عن الشيخ صالح بن غصون رحمه الله يقول: لا أذكر أن الشيخ رحمه الله اعتذر يوما عن التسجيل أو سوف أو تراخى على مدى 14 سنة، وإنما هي همة الرجال دعوة وعمل في بذل الخير ونفع المسلمين، رجال عاهدوا الله على المضي في الطريق الصعب فاشتروا الآخرة وعملوا لها. شارك معي الشيخ رحمه الله في برامج متعددة سواء في المناسبات أو غيرها، ك
كنور على الدرب وأهل الذكر في الحج وفي رمضان، وأحاديث عامة ومقابلات وغيرها. وكان الشيخ رحمه الله محبا لإذاعة القرآن الكريم، فكان قبل كل تسجيل يسأل عن الجديد في إذاعة القرآن الكريم وعن برامجها ومواعيدها. وكان فضيلة الشيخ صالح بن غصون رحمه الله يخصص لي أسبوعين كاملين عدا الجمعة في بعض الأحيان، لأنه يجتمع بأولاده وأسرته، فكان يسجل حلقات الدورة الإذاعية كاملة دون كلل أو ملل. من المواقف أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات في الدعوة إلى الله والهمة في الخير ما يذكر عن الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله. فقد ولد الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الحي الحسني الندوي في الهند في سنة 1332 من الهجرة في أسرة عربية الأصل، يرجع نسبها إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. وكان والده من العلماء المشهورين ذوي المصنفات الكثيرة، حفظ القرآن الكريم صغيرا وقرأ العلم على والده وبمعاونة أمه وهي امرأة صالحة تحفظ القرآن وتؤلف، تعلم العربية وقرأ كتب الأدب وطلب العلم ورحل من أجله وألف المصنفات الكثيرة. تولى أمانة ندوة العلماء، وقد شارك في كثير من المؤتمرات الإسلامية، عرف بالعبادة والزهد والتواضع والاهتمام بأمور المسلمين، وقد توفي في بلده في سنة 1420 من الهجرة. قام البروفيسور نجم الدين أربكان الزعيم التركي المعروف بزيارة للشيخ أبي الحسن الندوي رحمهم الله في أحد الفنادق في اسطنبول، فإذا بالشيخ يبدأ الحديث مع الزعيم السياسي الكبير حديث العالم الصادق الداعية، فيذكره بأهمية اسطنبول وأهمية فتحها، وما كان يرمز إليه اشتراك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في إحدى معارك فتحها واستشهاده على أسوارها ودفنه فيها. ثم ربط الشيخ بين هذه المعاني وأهمية الإسلام ومعناه لهذه المدينة ولتركيا، وكان ذلك كله في حديث عميق وشامل مؤثر، حديث ينفذ إلى الأعماق ويخترق الحواجز، فتدمع له عيون السامعين وتتضح له جوارح الزعيم الزائر، وتبلغ الموعظة والحقيقة أعمق أعماقه، فيعاهد الشيخ على حماية الإسلام في هذا البلد، ثم ينهض ليودع الشيخ بعيون دامعة مقبلا يده وشاكرا له. ومن المواقف الدعوية أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات ما يذكر عن أحد أعلام الكويت ودعاتها، وهو الشيخ عبد العزيز بن صالح الهدى رحمه الله، الذي ولد في سنة 1376 من الهجرة ودرس على مشايخ بلده والتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وتخرج فيها سنة 1404 من الهجرة، واشتغل بالدعوة إلى الله ورئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهرة، وتوفي رحمه الله بعد معاناة مع مرض أصابه في سنة 1425 من الهجرة. يذكر الشيخ فرحان عبيد الشمري الدكتور رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي الحالي في ترجمة الشيخ عبد العزيز الهادي رحمه الله، قال كان يكتب في إحدى الصحف ولم يأخذ على ذلك أجرا مع أن العرض مغر، متأسيا بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وكلما جاء ضيف لجمعية إحياء التراث كان العشاء عنده على كثرة الضيوف والمشايخ، وكان ينفق من ماله لأجل الدعوة، وربما تعطلت بعض المشاريع فيدفع من ماله ويقول هذا من أحد المتبرعين ولا يقول إنه منه. وكان له درس في مسجدي، وبعد الدرس قال لي أنا مستعجل فتركته وذهب لسيارته، وكنت في المسجد لمدة ثلث ساعة تقريبا، فخرجت فإذا الشيخ عند سيارته يكلمه شاب بمشكلته، فقلت بعد أن ذهب الشاب ألست مستعجلا؟ قال رأيته يريد أن يتحدث عن مشكلته. وكان كثير الدعابة مع إخوانه وتلاميذه حتى أحبوه وكسروا الحاجز بينه وبينهم. ومن همته أنه إذا طالب الشباب بعمل أو نشاط ووافق عليه ثم ينسحب طالب النشاط أو العمل، فما كان ليتركه بل كان يكمل المسيرة ولو وحده. ومن ذلك لجنة الجاليات ولجنة الإعجاز العلمي وإعداد الدروس والأنشطة الرمضانية. وكان له في رمضان الذي توفي قبله 30 درسا في 30 مسجدا
وتوفي رحمه الله تعالى وقد أعلنت هذه الدروس، وما يذكر عنه أنه في رمضان صلى صلاة العصر في مسجدين مرتين. وقد سئل مرة رحمه الله: ما هي المساجد التي ألقيت فيها الدروس في الجهراء؟ قال: لا أعرف مسجدا في الجهراء إلا وألقيت فيه درسا. رحم الله الشيخ عبد العزيز الهدى. للحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.